إن شاء الله نكون موفق بإذن الله، وحقق أمال الجماهير، وحقق إن شاء الله أهداف الإدارة. ويمكن من خلال الفترة البسيطة أو الساعات اللي أنا قضيتها في مدينة الصيف، حسيت بمدى اهتمام كل القائمين على النادي بعمل إن شاء الله إنجاز في الفترة اللي جاية. واضح جدا إن في إن شاء الله رغبة لإعادة هيكلة مواضيع كثيرة جدا خاصة بالنادي، حسب ما شفت في الأوقات البسيطة اللي أنا قضيتها هنا. وإن شاء الله بإذن الله نبقى جميعا موفقين بإذن الله، والمنظومة كلها إن شاء الله تحقق أمال جماهير وفاء الصيف إن شاء الله. وبيسعدني إن أنا أتولى المسؤولية الفنية.